ما شاء الله ما شاء الله. ايش هذا اسمه؟ دجاج قطني. قطني هذا شوف هذا هذا شوف ما شاء الله حجمه صغير. ايش عجبك؟ هذا شوف هذا شوف صراحة هم كانوا عند الزلم عند الراجل تحت الأبقار. طبعا يا اخوان هذا هو الدجاج الجديد اللي انا وعدتكم فيه، وزي ما شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دجاج قطني او سلكي مش عارف ايش بتسموه عندكم. ايه يوسف ضرب هون. ايه كاتلو. ايه ايه ولا ولا تعال زعرور زعرور بشوف بتسميهم لحالك يا ابو هذا. انا بس هيك بناديهم على البيت يعني زعرور زعروره قبل ما ايش انتم تختاروا اسماء وهيك. طبعا يا اخوان زي ما وعدتكم ان شاء الله حنجيب طيور جديده في المزرعه وحيكون في تجديد، وصراحه هي الطيور ولكن نوع ثاني، فان شاء الله يعجبكم الطيور ويعجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم في فيديو جديد ومستمرين في تغيير طيور المزرعه. بديش اطول عليكم زي ما تعودنا، احضر الفيديو من اوله لاخره او من اخره لاوله زي ما انت بتشاهده وبس، واربط حزمه الامان وانزل تحت واشترك في القناه وفعل تنبيه جرس الفخر عشان يصلك الجديد، وخلنا نروح ونسك. طبعا يا اخوان ان شاء الله اليوم نشوف الدجاج الجديد في المزرعه. طبعا ادم وامير واقفين لهان بدهم يعرف شو فيه في الكرتونه. عرفته ولا لسه؟ عرفت ايش فيه في الكرتونه؟ طب يلا نخمن. فرعوني. وانت؟ فرعوني. مالكم مصرين على الفرعون؟ حمام. لا مش حمام. سوس. ولا سوس. بيض. ولا بيض. تنس صغير بصوصو. ايش؟ تنس صغير بصوصو. لا هات نفتحها يلا. تنس صغير بصوصو. يلا هات نفتح. ثلاجة صغيرة بصوصو. سمي الله وانت بتفتحها يلا. الله. ايش طلع معاكم؟ جاز الله. هات شوف هات شوف. ما شاء الله ما شاء الله. ايش هذا اسمه؟ دجاج قطني. قطني. هات شوف هات. قطني. هات شوف. ما شاء الله. حجمه صغير. هذاك الديك سيبه سيبه سيبه. سيبه يا بابا سيبه. ايش عجبك؟ هات شوف هات شوف صراحة هم كانوا عند الزلم عند الراجل تحت الأبقار. الديك انفعل. هاتهم هاتهم هان هاتهم هان هاتهم هان عند الديك يلا. فكر الباب يا بابا وهاتهم هان يلا يلا يا بابا هاتهم هان. ما شاء الله. روح اقعد انت واخوك على المرجيحة يلا يلا يا بابا. جدعين جدعين شطار بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة الخير زي ما وعدتكم انه انا اجيب دجاج قطني، او وعدتكم ان انا اغير من يعني الطيور المزرعة. فبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بدي احاول ان انا اقرب عليه، هو لسه جديد، خلينا نقرب عليه اكثر. طبعا يا اخوان هذا هو الدجاج الجديد اللي انا وعدتكم فيه، وزي ما شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دجاج قطني او سلكي مش عارف ايش بتسموه عندكم، فا ايش انتم بتسموه عندكم اكتبوا لنا تحت في التعليقات وقولوا لنا هل يعني لونه مناسب او لونه حلو، او هل هو هذا اللون الحلو اللي انتم بتحبوه او اشي.
طبعا زي ما قلت لكم كان تحت اللي هو كان عند المربي تحت الأبقار أو تحت الماشية، فالشراويل تبعته ورجلينه متسخة وحتى شوية من ظهره وشوية من جسمه في أوساخ، فهنخليه يتحمم في الرمال على أساس أنه يتغير اللون ويرجع اللون اللي هو الأبيض. بسم الله ما شاء الله. طبعا هذا هو الديك، التاج تبعه عامل زي التاج. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلنا نجيبه عن قرب. ما شاء الله. طبعا يا اخوان السعر للزوج الاناثي فهو كان 30، اما للذكر فهو 20. صراحة كان معاه كمان دجاج او شفت واحد تاني كمان انواع ثانية، فهذا هو اللي عجبني. فبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا كل هذا يا جماعة الخير من تغيير الطيور تبعتي، يعني انا ببيع في الطيور القديمة وثمنها بأجيب الطيور هذه اللي انتم شايفينها. بسم الله ما شاء الله، يعني بحط اشي بسيط عليها ولكن ما شاء الله منظرهم كثير كثير كيوت وحلوين هيك. صراحة لسه ما سمعت صوت الديك، فان شاء الله يأذن عشان نسمع صوته. ما شاء الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا جماعة الخير هذا الدجاج بيمتاز في الحجم الصغير وبيمتاز انه بدل الريش يكون فيه زي سلك او قطن، يعني بتحسه قطن مش ريش، مش ريش يعني زي الريش الحمام او الدجاج، لا بتحسه هيك قطني. سبحان الله يعني كذا سلالة له، يعني مش بس السلالة، في سلالة اكبر منه نفس هذا قطني ولكن اكبر. صراحة مش عارف، خلنا نطلع اللي هو الدجاج نشوف رد فعله. ادم طلع لي الديك صقرين صقر، وطلع لي الدجاجة محضية. يلا طلعهم اشوف. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. محضية هانم تخب ورا الشجرة او الزرعة. ادم تعي بابا، طلع لي يوسي وكيتي والحمام. يلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله بده يضربهم. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بسم الله ما شاء الله يوسف وكيتي زي ما شايفين، بسم الله عليهم ما شاء الله. وين الدجاج القطن راح؟ طب روح جيبها كسها. ما شاء الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ادم روح لغاد، روح لغاد، دخلش فيهم خلص. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هم متخبيين يا جماعه ورا. تمام، وين بدنا نحطهم او انو صندوق؟ صراحة قلت لكم قبل هيك نحط يوسي وكيتي في البيت اللي جنب الطاووس، جنب حارس وحارسة. والله يا جماعة الحق نازل بالحق فيه غاد. طيب انا هلقيت بفرجيك، انا اللي حطلع لك اللي حيأدبك. خلص خلص سيبه، انا قد اطلع له اللي يأدبه. سيبه. يلا اطلع يا شيرين، اطلع يلا علمي الادب. وين الديك؟ هات لي اياه هان. ايواك ما شاء الله. خلاص سيبه، لقيتها شيرين بتعلمه الادب، سيبه.
تمام يا اخوان، خلنا بس نطلعهم مخبيين ورا ها. ايه يوسف ضرب هو. ايه كاتلو. ايه 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 ولا صراحة التنويع حلو يا جماعة، يكون عندك دجاج قطني أو سلكي، يكون عندك دجاج مقاتل، ويكون عندك دجاج اللي هو لامبرجيني، ويكون عندك اللي هو رومي أحمر الأوزان الثقيلة، والدجاج اللي هو المقاتل. التنويع حلو في المزرعة، يكون حلو كثير كثير كثير. تمام يا اخوان، زي ما قلت لكم بدنا نحطهم في البيت هان. خليني بس اطلعكم على البيت اللي بدي احطهم فيه. هذا هو. تمام، حنحطهم في البيت هاد. زي ما شايفين هذا مناسب لإلهم، ويعني واسع حلو يا حليلة حلو يعني. طبعا هذه الأنثى حابسينها بالبيت، صار من وين طالعة؟ طالعة من السياج من البيت. إن شاء الله يا جماعة يعني حنحطهم في البيت هذا، جنب البراحمة، جنب الدجاج البلدي، وجنب الطاووس، حارس وحارسة، فاسم الله عليهم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام يا اخوان، اذا حابين نطلق عليهم اسماء فحترك لكم اللي هو المجال تسموا براحتكم، ولكن شرط واحد انه اكثر عدد يعني لايكز بيجي على اللي هو الكومنت اللي انتم طلبتوا مسمي فيه حيكون اسمه. يعني على سبيل المثال انت اليوم حبيت انه انت تسمي هذا الدجاج، اديك مثلا زعرور وتكتب انا حابب ان انا اسمي الديك زعرور والاناث مثلا شمروخه وحاجه زي هيك، وتثبت اللي هو تعليقك يجي فيه عليه اكثر عدد ممكن من يعني من اللايكات، فحختار الاسم هذا. فهمتكم معنا لو حابين ان انتم الاسماء اللي انتم بتسموها على الدجاجتين والذيك السلكي يكون هم الاسماء اللي موجوده وضل انادي عليهم، ما عليكم ان انتم تكتبوا الاسماء اللي انتم بدكم اياها، وتخلوا اللي هو المتابعين يتشجعوا ويعملوا لايكس على التعليق تبعكم، او تفوتوا من كذا حساب في البيت عندكم وتحطوا لايك على التعليق تبعكم، واكثر عدد ممكن من اللايكات حخليه اللي هو الاسماء هذه. يا حجي انت ليش هيك؟ ليش هيك؟ زنخة ودمك لبط بس تشوف دجاج مبسوط بدها تنكد عليه. بحس المنطقة هذه للمنفيين. كيف يعني يا ابو ادم للمنفيين؟ يعني الديوك اللي ما بتقدرش تسيطر تيجي هنا. لانه غادي الديك صقر، ايوه صقر، فبتقاتل معهم ما بخليهم يجوا هنا. بس تمام ان شاء الله حنحطهم في بيت اللي حكيت لكم عنه. هذا هو البيت، وحنحط لهم اللي هو مويه وشرب، وإن شاء الله نستنى منهم اللي هو وضع بيض وإنتاج إن شاء الله قريب، ويكون عنا زريعة منه. دعواتكم معانا يا إخوان. طبعا حارس وحارسة بسم الله ما شاء الله، قبل فترة نفش ريشه وجاني الولد بابا 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 ديك نفش ريشه، جيت أصور لقيته إيش نفش ريشه، وهان هيك منظر خرافي هيك واقف هان، وجيله هيك عامل بمنظر ما شاء الله، المنظر كثير كثير حلو. من كتر ما هو المنظر حلو تبلبشت اطلع الكاميرا، ولا اجيب الحامل، ولا اجيب الاوزمو، ولا اقعد اصور. وفجأة هيك اللي هو نزل ديله بمنظر استثنائي رائع جدا جدا، ف راحت عليكم المنظر ان شاء الله في الايام الجاية لو تسنى لي الوقت وكان يعني رافع ديله حصور لكم اياه ان شاء الله. يلا يا شباب، يلا يا شباب، عمل رائع عمل رائع. يلا انا بقفلهم هنا. يلا بس يلا. ايوه 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 ايوه, أيوة.
كشوا مع بعض، كله مع بعض، كله مع بعض. ايوه يلا دخل دخل بشويش. لا 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 هيك مش حتسيطروا عليهم بشويش. ايوه يلا 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 بشويش بشويش بشويش. الثالثة الثالثة جيبها معاهم، جيبها معاهم، بنفعش لازم الثلاثة مع بعض. ثلاثة مع بعض يا بابا. ليش هيك؟ هدو بزعل منك أحمد. هدو بزعل منك أحمد. طلع الدجاجة يلا طلعها. يلا شوف دخلها في البيت الثاني. يلا شوف دخلها في البيت هذا. تمام يا اخوان، بعد ما حطيناهم في البيت الجديد تبعهم زي ما شايفين، هذا هو البيت الجديد وهذا هو لونهم، لونهم ابيض. وفي منهم الوان صراحة، ولكن انا نقيت اللون الابيض فلسه ما سمعتش صوت الديك، فان شاء الله لو سمعته حصور لكم اياه وحدمج لكم اياه في الفيديو هذا. لو ما قدرت خلص لفيديو ثاني. زي ما قلت لكم كان تحت الابقار ومنظره كثير كثير وسخ، فحنستنى قبل ما ينظف حاله. هو الاناثي حيصير لونهم اكثر من هيك، لون بياض. هات لك حبه اكل يا ادم. ادم تعال يا بابا، هات حبه اكل خلينا نقدم لهم اياهم. يلا يلا يا بابا. طبعا زي ما قلت لكم اطرحوا لي تحت اللي هو اسماء للذيك والدجاجتين، واكثر عدد ممكن من اللايكات حيجي على التعليق تبع اللي هو الاسماء اللي انت حبيت ان انت تسميهم حختارهم. هات شوف، هات يا بابا. تعال زعرور زعرور، بشوف بتسميهم لحالك يا ابو راد. انا بس هيك بناديهم القط يعني، زعرور زعروره، قبل ما ايش انتوا تختاروا اسماء وهيك. طلع كيف حجم بالنسبة للضيق هذا والضيق الثاني. كأنه رجلها، كأنه رجلها. قادر أوصف لكم الحجم كيف، مش قادر أنا ما أوصف لكم الأمانة. الوصف حرام 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 أوصف لكم، لأنه الوصف حرام. على العموم أنتوا شهيه والله يا جماعة الخير. هجم على الدجاجة طلعها، شكلك ما انت قليل يا زعرور، والله ما انت قليل يا زعرور، انا وليتها هيك. انضربت انضربت، اطلع يا عيناه ولك اطلع. تمام يا اخوان، هذا هو الدجاج الجديد. استنوا منا فيديوهات ثانية ان شاء الله، او تجديد ثاني في المزرعة. لو حابين نجدد حاجات ثانية اكتبوا لنا تحت اقتراحات وفيديوهات، يعني اقتراحات لفيديوهات انتم حابين ان انا اعملها. ما اعرف شو يقول لي اعمل عن الطيور الحمام، تمام، لانه بتجيبش فيوز عندي. فبحس اللي بقول لي اعمل عن الحمام بحسه ايش بده اياني، ايش ما اعملش فيوز يعني ما يجيبش مشاهدة. فحبقى انه انا يعني ادرج لكم بالمقاطع هيك مقطع صغير عن التربية اللي هو اللي الحمام. وبس كان معنا ادم وانا اخوك يا، وكان معنا امير. بدك منه يعني انه اخوك مش موجود. حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى تحطوا اللي هو لايك لانه تعبنا كثير 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 انه احنا نرجع المزرعه زي اول بعد اللي هو المخاسر اللي صارت. حبايبي بتمنى عليكم يوم غيب سامع اكثر من الصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا جماعة.